كيف الوضع؟ يعني الكل بقولنا اسألوا لما شو وضع الأسيرات في السجون؟ يعني في الحقيقة وضع الأسيرات كما هو وضع الأسرى مأساوي جدا. الأسرى بشكل عام يمكن القول أنهم عادوا إلى نقطة الصفر، تضييقات من كل النواحي، الاحتلال يستغل الانشغال بالحرب وهو يستغل ما كان يهدد به بأن يسحب كل المنجزات التي حققها الأسرى بدمائهم ونضالاتهم وتضحياتهم. اليوم الأسرى والأسيرات يعيشون في شبه مجاعة، في عزلة تامة عن العالم الخارجي. نحن كنا معزولات داخل الغرف، لا يسمح لنا بالخروج إلا من ربع إلى نصف ساعة للحمام للاستحمام في اليوم، ونبقى طوال اليوم معزولات ومعزولات أيضا عن العالم الخارجي. لا يوجد أي وسيلة لمعرفة الأخبار، للتواصل مع الأهل، اكتظاظ داخل الغرف. بدي أسألك، في شهادة مختلفة لك، هل تعرضتي لأي نوع من التهديد؟ نعم، أنا في بداية اعتقالي يعني كان التعامل معي بوحشية كبيرة، بقسوة مفرطة. في بداية اعتقالي يعني ضابط المخابرات تم اقتيادي إلى التحقيق وأنا مقيدة وكانت أعيني مغمضة، لم أكن أعرف من يتكلم معي أو من يحقق معي. وجهوا لي تهديدات بالاغتصاب، طبعا أنا يعني وحاولوا الادعاء أنه هذا يعني رد على ما يحدث في غزة. طبعا أنا قلت لهم أن كل هذه فبركات لا أصل لها ولا دليل عليها، ولكن كان واضح حجم الوحشية التي يتعاملون يعني من خلالها معي ومع كثير من الأسيرات. هناك تفتيش عاري أصبح يتم، هناك ضرب يتم في مراكز الاعتقال قبل الوصول إلى سجن الدامون، كثير من الأسيرات تعرضنا للضرب. لنعود للنقطة، أنت يعني هددتي بماذا؟ يعني بدنا نسمعها منك أنت. يعني تم تهديدي بصراحة بالاغتصاب، وقالوا لي أنه يعني حتى قال لي أنا عندي 20 جندي حوالي الآن موجودين. طبعا يعني أنا كان الواضح أنه الهدف ترهيب، يعني كانت جلسة ترهيب نفسي. طبعا أنا رفضت كل هذه الـ يعني الـ الوحشية في التعامل. وأيضا تم تهديدي بحرق أبنائي، قالوا لي أنه سنذهب إلى البيت ونحرق أبنائك، يعني نقفل عليه الباب ونحرق الأطفال الصغار. حتى ضابط المخابرات عندما قلت له يعني أنتم كيف تدعون أمام العالم أنكم يعني تتجنبون الأطفال في الاستهداف وتقوم بهذه التهديدات، قال لي أنا لن يشفي غليلي إلا أن أقتل 50,000 طفل في غزة. قلت له يعني هل أنت مستعد لتقول هذا الكلام أمام الإعلام؟ حكى لي ما بهمني، يعني اليوم يتحدثون معنا وكأنه قالوا لي منذ اللحظة الأولى أنت الآن أسيرة حرب، كنت سابقا أسيرة واليوم ينطبق عليكم، أنتم جميعا أسرى حرب، وبالتالي لا يوجد قوانين، لا يوجد أي يعني في التعامل مع الأسرى، كل شيء مباح وكل شيء يعني يمكن أن يعني يتم تنفيذه في التعامل مع الأسرى. طبعا عندما انتقلت إلى سجن الدامون اكتشفت أنه فعلا يعني هناك أسيرات في 17 وفي 19، ويمكن هذه الشهادة لم تخرج إلى الإعلام، تعرضنا للضرب المبرح ومع يعني تم توجيه كلمات بذيئة لهن من قبل يعني الضباط الإسرائيليين الذين دخلوا إلى السجن. تم رش جميع الغرف بالغاز، بقيت الأسيرات حوالي 3 أيام يعانين من حروق في الأيدي والأوجه، تم سحب جميع الأطعمة من الغرف، جميع الملابس، جميع الأجهزة الكهربائية. لما هل تؤكدين أو تنفين وجود أسيرات من قطاع غزة؟ نعم، الأسيرات من قطاع غزة تم اختطافه، حاليا نحن نعلم بوجود 10 أسيرات تم اختطافهن قبل الهدنة بيومان، يوم الأربعاء، خلال خروجهن يعني من مناطق الشمال حسب ما ذكرن إلى الجنوب. وكما قلنا تم انتقاؤهن بشكل عشوائي، يعني كان الأسيرة يتم انتقاؤها بشكل عشوائي، وركزوا على اعتقال الأمهات وانتزاعهن من أبنائهن. إحدى الأمهات قالت إنها عند لحظة اختطافها اضطرت إلى ترك أبنائها في عهدة شخص لا تعرفه، وهي الآن بحاجة إلى من يطمئنها على أولادها، لا تعرف أين أولاد أو أين يوجد أولادها. إحدى الأمهات كانت مرضعة. هلا المشهد يعني الصعب أنه عندما كنا إحنا في الغرف يعني من نافذة الشباك رأينا الطريقة التي أدخل بها الجنود أسيرات غزة. كان تم نزع الحجاب عنهن وتم إلباسهن ملابس أسرى الحرب مكتوب عليها حرف عين بالعبري يرمز إلى غزة، اقتيادهن وهن مقيدات، أعينهن مغمضة إلى داخل الغرفة المخصصة لهن، وتم عزلهن عن بقية الأسيرات، ممنوع أن يعني يحدث احتكاك بينهن وبين بقية الأسيرات. هن حاليا يعيشن في ظروف نفسية صعبة،
ولكن يعني وضعهن يعني تحسن بعد وصولهن الى سجن الدمون، ولكن عشنا ايام قاسيه، كنا ينمن على البلاط طيله فتره الاحتجاز. يعني 10 اسيرات على الاقل انت بتاكدي 10 اسيرات تم اختطافهم من شمال قطاع غزه، صحيح، من منطقه جباليا والشيخ رضوان، والاسماء موجوده يعني معنا ومعظمهن امهات.